بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم مشاهدين الأفاضل، مشاهداتنا الفضليات، وأدعوكم لمتابعة حلقة أخرى من برنامج يسألونك ضمن محور فقه العبادات. وباسمكم أرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه سيدي العوني بن محمد الزاوية، وهو عضو بالمجلس العلمي المحلي لعمالة صغيرة مالا. أستاذنا الكريم مرحبا وأهلا وسهلا. شكرا لكم، بارك الله فيكم أستاذي. مجموعة من الأسئلة ضمن هذا المحور فقه العبادات، نبدأها بسؤال سي وديع مدينة فاس، يقول: هل يصح لشخص ما أن يكون مؤذنا رسميا في مسجد جامع وهو لا يحفظ القرآن الكريم كاملا؟ هل يصح لشخص ما أن يكون مؤذنا رسميا في مسجد جامع وهو لا يحفظ القرآن الكريم كاملا؟ شكرا لهذا السائل على هذا السؤال حول الأذان. فالأذان إذا كان هذا الشخص يحسن الأذان ولا يلحن فيه، ويحسن الإقامة ويحسن الفاتحة ويحسن بعض الصور، لا بأس به. لماذا؟ حتى إذا غاب الإمام وجد صورا يقرأها بعد الفاتحة ليقوم مقام الإمام، لأن الأذان الآن راه المؤذن يقوم مقام الإمام إذا غاب، نعم، وكذلك يكون خلف الإمام إذا احتاج الإمام إلى الاستخلاف يستخلفه وهو أولى، لأنهم متيقنون من معلوماته وأنه يحسن الفعل. لأن الناس لماذا يقدمون في الإمامة الأفقه؟ لأنه يحسن العمل، هذا هو يعني العمل ديال الصلاة، خصو يكون فيها تاقن الأمور التي لا تصح إلا بها. فكذلك المؤذن يعلم كيف يؤذن، يقف في الأذان ويعرب في الإقامة، مثلا يكون تعلم يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، باش ما يقولش حي على الصلاح، ما يقولش الحق. يعلش كيقولوا ليه يا رب، باش المصلين كيطمئنوا كيقولوا مزيان راه داك الأذان اللي كيقول ها هو عربو، احنا اطمأنين عليه، راه معلم راه الصلاة وليس الصلاح. الا الا حتى دوك اي حتى داك عاد غيرنا، نعم. ولهذا كيقولوا الأذان موقوف والإقامة معربة، هكا هذا هو. نعم إذا حفظ القرآن الكريم كاملا لا يشترط فيه لا الأذان يقدم للإمامة الأفقه، والأفقه يكون أقرأ، يعني ما دام تفقه فقد قرأ. أما مثلا ها هو يحفظ القرآن ولكن لا يميز بين الضاد والظاء ولا بين الدال والذال، هذا غادي يدير شوية وخا يحفظ، مع احترامنا الجميع وتقديرنا الجميع هو محسن منا، ولكن ماذا محسن منا يحسنوا هاد الحرفين اللي هما الظاء والضاء والدال والذال. نعم، لا بالنسبة للإمام ولا المؤذن، ياك كل شيء كل بجوج بيهم، لأن بجوج بيهم كيكونوا أئمة، حتى المؤذن كما ذكرتوا ملي كيكون الإمام غايب راه كينوب عليه، كيسلم الناس. إيوا، وباش الإتقان، علاش الناس شرطوا الإتقان؟ أخذا من قوله سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. هو من اللي غادي يقول ظالمين وما يقولش الظالمين، ماشي راه كاين واحد العويجات الضالين مثلا يقولوا الظالمين، ماشي راه قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذا هو الله. لا بارك الله فيكم، مرحبا، جزاكم بخير. ننتقلوا سؤال اخر، سؤال صوتي، مرحبا. السلام عليكم، انا كنكون مصلي وكندير جوج ركعات
والله ثلاثة هو كان ما تنقلش ونعقب تاني نعاود وما طلتش نعرف واش درت جوجات ولا وحدة وتاني بقى نعاود ديما عندي في التسبيح تنسبح حتى هو كان تلف فيه غير ما بين صباعي تنتلف فيه واش درت جوج مرات ولا مرة ومرة كان عاود مرة كان نقول مراه هكاك وعندي هاد الأخطاء بزاف وديما عندي هاد الوساوس ديما كان توسوس مع هاد الضغوطات ومع ديما كان وسوس على هاد الشي وتنبقى نقول راه ما عرفت واش هاد الشي يا زوز واش نعاود فين ما حسيت براسي درت الغلط نعاود ولا شنو ولا نكمل ولا جاوبني الله يرحم لك الوالدين. مرحبا لاله، مرحبا. تسمعي الجواب. هذا السؤال الذي ربما من الأسئلة اللي كثيرة جدا في البرنامج، يقدر يعرفوا المشاهدين الكرام مشاهدات كلمات واحد أربعة ولا خمسة الأسئلة في كل يوم كيتوصل بها البرنامج حول هذه القضية ديال السهو اللي في الصلاة، خاصة اللي ما بقاوش كيركزوا في الصلاة واللي عرفتوا شي كان بكري ولا اليوم أستاذ بلي بزاف الناس كيدخلوا الصلاة في كذلك في الوضوء. دابا كتقول السائلة حتى في قضية ديال السبحة لما كتكون كتسبح سواء بالتسبيح أو بالأصابع ديالها، ما واش الضغوطات ديال الزمان اللي ولات علينا بزاف ولا المهم ناخذوا أستاذ الحكم الشرعي في هذه القضية دي. لذلك حنا هذه الأسئلة ورغم أنها تكاد تكون حاضرة على الأقل في جل الحلقات، علاش؟ لأن الناس كيسولوها بزاف. إذا كاين إشكال خص الناس كاملين خصنا نعرفوا الحكم الشرعي. اذا هذا الشكل اللي كيجينا في الصلاه وكيجينا بشكل كبير بزاف، كيفاش نتغلبوا عليه؟ الاول الله يشافي كل واحد. امين يا رب. الله يشافي الناس من هذا. امين امين. ولكن الانسان هذا كلام عاد غادي نجاوبه، هذا كلام عام، كل واحد خاصو يتيقن من الطهاره، من الوضوء، من إحسان الوضوء، يتيقن من إحسان الوضوء، يتيقن من إحسان الوضوء. علاش؟ لأن الإسلام كما يعلم الجميع هو مبني على الثلاثة: الإيمان، الإسلام، الإحسان. والإحسان هو الإتقان، الإحسان هو الإتقان. فالإتقان الوضوء حجاب من هذه الوسواس، إتقان الوضوء حجاب من هذه الوسواس. كان العلماء الكبار يتقنون الوضوء في إمامتهم بالناس نادرا ما يقع السهو، نادرا، لكن إذا تكاثر عليهم نظروا في الصف، هل في الصف غريبون؟ فيقولون دخل علينا السهو ممن لا يحسن الطهارة. شو هاد الناس هذه كلمة عامة. نعم. يدخل السهو إلى الصف بسبب من لا يحسن الطهارة. الطهارة. يدخل السهو على الذي يحسنها. الله يعلم. الوضوء الطهارة إلى حافظنا عليها وحسنناها وتقنناها إن شاء الله لما نكبروا غادي نكون في أمان. نعم. لا واحد غادي يقول حنا كنسولوا السهو في الصلاة هذا بدا لنا في الوضوء، غادي نقولوا إيه كلام كل واحد على عينينا وروسنا وحنا وبواتنا وأمواتنا. ولكن تعالوا نحكموا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو اللي غادي يحكم، حنا ما عندنا تحكم. قال الوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح، ومن حمل السلاح لا يهجم عليه العدو، صلى الله عليك يا سيد الخلق. على سيدنا محمد. إذن من اللي أشار لهذا وقال الوضوء سلاح المؤمن، فهذا الوضوء هو يستعد به للقتال في الركوع والسجود ليضحض به العدو الذي يريد أن يفسد عليه عبادته، لأنه من أجل السجود طريد. ولهذا قدم هذه النصيحة ديال إحسان الطهارة، الوضوء سلاح المؤمن. فالشك في الصلاة وفي الوضوء إذا أكثر الإنسان دائما وأبدا راه داك الشيء اللي داروا داروا ما يعودوش، سواء في الوضوء سواء في الصلاة
لأن إبليس فين كيتلاعب بالناس؟ في هاد جوج، في هاد جوج، لأن الله ربط بيناتهم الصلاة الوضوء شرط، وصحة الصلاة مشروطة بتقديم الوضوء، ولهذا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذا شوف هذا الربط في هذا المقام العظيم اللي هو مقام الصلاة ومقام الوسواس. كان لقوا الناس كل شيء كيسولوا على الوسواس في الوضوء في الصلاة، ما كاينش في حاجة أخرى. علاش؟ لأن هذا مقام رفيع، هي الصلة بين العبد وربه. حتى هذا الإنسان باش ما يتحرمش، ذاك الذي كتر فيه الوسواس الشارع ما حرمتوش من القرب، باش يبقى دائما في الصلاة التي هي قربة بينه وبين خالقه سبحانه. قالوا لي حسب اللي درتي حسبي. إذن بالنسبة للسائلة تحسب كيفاش تعامل، قلت لك هي كتشك بزاف، شحال ديال الركعات، شحال يعني ما كتضبطش، كيفاش تحسبها استاذ؟ صلات ثلاثة تحسب ثلاثة، إذا كانت ورا فيها الشك، غسلت في الوضوء، ولو تغسل غسلة وتقول غسلت ثلاثة راه غسلت ثلاثة. هلا قبل عادة تبني على ما انطق به عقلها. نعم. هي وغيرها. والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، والله يشافي كل واحد سيدي. ولما كدير هذه الحاله هذه مثلا كتصلي، كتصلي المغرب. نعم. كتصلي المغرب. هي. هي وصلت الركعة الثالثة وشكت، واش هذه الركعة الثانية أو ثانية؟ تحسبها ثالثة هيك أو أي قالت واش هي الثانية ولا الثالثة؟ أي. غدا تعود الثالثة. ثالثة وملي تسلم تسجد لبعدي، تسجد لبعدي وصافي، وتبقى القاعدة تطبق. أي تطبقها، وهي هي لجميع المشاهدين. الله يكمل بخير. فيهم هذه القضية ديال السهو، هذا هو المنهج هيك أستاذ، لأن السهو بزاف. أي يعني برات عديدة صافي، كيعود ذاك المعلوم عدو هو المتقون، عدو ثلاثة قال ثلاثة، حنت هذا خرج له واحد الحالة أخرى. نعم. وعادت ملازمة ليه، وباش ما يتحرمش من القرب من مولاه، قالوا لي داك الشيء اللي تيقنتيه حسبي. نعم صافي، والله يتقبل من الجميع. بارك الله فيكم أستاذ. انتقلوا سؤال آخر. سي محمد مدينة طنجة يقول: كان عندي اعوجاج في أسناني الأمامية فقمت بتركيب أسنان ثابتة، فهل ذلك جائز لأن الغرض منه التجميل، وهل يؤثر في المضمضة أثناء الوضوء؟ شنو قال؟ نعودكم أستاذ. كان عندي اعوجاج في أسناني الأمامية هي. فقمت بتركيب أسنان ثابتة، فهل ذلك جائز لأن الغرض منه التجميل؟ ما عرفتش السؤال واش جائز ولا غير جائز. ثم السؤال اللي عنده علاقة بشكل مباشر بفقه العبادات: هل يؤثر في المضمضة أثناء الوضوء؟ لا لا يؤثر هذا الفعل كذلك، لا حرج فيه، لأنه بعد ما صوبهم وقادهم راه كاين اللي كيغشي الأسنان ديالو بالفضة أو داك البلاتين الأبيض، ولهذا كيقول الشيخ لي رحمه الله: وفي المغشى والمموه والمضبب، وهذه الحلقات وإن نائي الجوهري قولان، وجاز ربط سنين، جاز ربط سنين. تكلموا عليها الفقهاء قديم. الله ودي ألف رم، كانوا أطباء، كانوا أطباء. هذا داس لا جائز. الأسنان اللي كتكون كتحيد وكترجع، يعني ربط سنين هي هذيك واش كيتكلموا عليها. صافي. ومن يدير الإنسان مضمضة بلا ما يخرج ذاك السنان. لا لا لا، كيعودوا هما حتى ذاك الراكب كيعود هو الفم الأصلي. هلا قبل صار لابس الفك المضمضة من خارج، من الخارج صافي، لا يؤدي والوضوء صحيح إن شاء الله. بارك الله فيكم أستاذ. انتقلوا للسؤال آخر بالأسئلة الصوتية. مرحبا. السلام عليكم. واش ممكن نصلي تقصير واخا كان صافي في العيد الكبير عند عقوسي مع أولادي ورجلي، واش ممكن نصلي تقصير غاب ثلاث ايام ولا حق؟ دابا كنمشي كنجلس تما شهرين، واش ممكن معايا نصلي غاب تقصير تنرجع لداري؟
باش كنجي في الكار، واش ممكن نجمع الظهر والعصر ولا نجمع المغرب والعشاء؟ واش ممكن ندير هكا ولا لا؟ مرحبا مرحبا لو تسمعي لي الجواب عن السؤالين معا. السؤال الاول استاذ، السائله كتقول على انها في مناسبه العيد كتمشي لدار العائله ديال الزوج ديالها وكتبقى تما واحد المده، شحال الايام اللي ممكن انها تقصر فيها الصلاه؟ السؤال الاول. اييه وشحال كتجلس هي؟ مده قد لك شي مره شهر وزياده. يعني عاد بات الزوج ديالها، نعم، اللي هي الدار الاصليه اللي راحت فيها. ياكس هذيك دار السكن وكتصبح مقيمه كتقصر في الطريق فقط. هي قالت 3 ايام، ما كاين لا 3 ايام ديال الطريق، ديال الطريق الا مشات نهار تقصر وقت ولا وقتين من اللي توصل تصبح عندها حكم الاقامه. واذا كانوا سادات القضيه كتوقع مثلا الولد كيهز الزوجه ديالو وليداتو تيمشي يعيد مع باه مع والديه وتيدوز 3 ايام ولا ولا ولا, ولا يومين، هنا يقصر ولا ما يقصرش؟ هذا كيبقى يقصر لان واخا غادي لدارهم، بالنسبه لي هو راه دارهم تربى تما وعش تما وكلشي، ولكن اصبح عنده الاقامه في غير ذاك المكان، هذا ذاك المكان كيزورو كضيف فقط، كيزورو كضيف. اما هو دار سكن خر وانفرد به واصبح الى مشى وغادي يجلس حتى تعود عنده حكم الاقامه خاصو ينوي اقامه 4 ايام. اما هو يلا كيجلس يومين ثلاثه، بعض المرات كتكون 4 ايام بالصف بالذهاب والاياب، كيكون يلا جلس يومين. اذا كلها يقصر فيها؟ كلها بربع سنين، الذهاب والاياب وثلاث ايام ديال الاقامه هي 5 ايام. هذيك 4 ايام استاذ كيفاش كنحسبوها؟ مثلا انا غنسافر على سبيل المثال مثلا السبت، هذاك النهار ديال الطريق، هي واش دخل بديك 4 ايام ولا ما دخلش؟ الا ما دخلش. مثلا ها هو السبت، الحد انا وصلت الحد صبحت في الدار الحد، هي اثنين ثلاث الاربع جيت حالي، الحد والاثنين والثلاث هادو ديال القصر، الا زاد الاربعه غادي يتم، غادي يكون كمل 4 ايام وهو جالس. اييه والخميس عاده غادي يجي، اييه غادي يعودوا 6 ايام، داك اللي عنده الاتمام كيكونوا عنده 6 ايام، عنده نهار الذهاب ونهار الاياب واربع ايام مكت. حنت شوف الشريعه الاسلاميه دارت واحد الاداب بين الناس حتى في الضيافه، حتى في الضيافه نعم راهو في واحد الاداب ديال نعم الضيافه. نعم ما تعمرش بزاف. الله يرحمه. 4 ايام 4 ايام كافيين. لا ثلاثه النهار الرابع كيصبح مكلف مول المحل ما بقى يسالوش النفقه. اللي صرف على راسك. سبحان الله. سبحان الله. خاصو في الدين ديالنا كل شيء سبحان الله العظيم محسوب كل شيء. وشحال على الاخلاق العاليه. نعم الاخلاق العاليه. الإسلام كي يدعو إلى الأخلاق العليا. نعم أستاذ. يعني صارت عندنا في العرف هي راه أخلاق في أحاديث وفي كل شيء، وصارت عامة في الأدب العام الشعبي كل شيء كيقولوا ضيافة النبي 3 أيام. 3 أيام وبأن النبي راه وصى على عدم زيادة فوق 3 أيام، هذا هو أصل. يعني ضيافة النبي يعني الضيافة ديال السنة. أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي يعني اللي أمر بها، لأنه قال إن جلس فلا يتم أكثر من 3 أيام حتى لا يحرجهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وصارت تعلمها الكل، كيقول لك ضيافة النبي 3 أيام. يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. متجاوز 3 أيام. نعم باش تبقى القيمة. نعم عند رب المنزل لا الضيف ولا المضيف. نعم هنا أخلاق عالية. نعم فجأة. نعم هاي فيها. ومن الشيء اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم والخصال اللي امتاز بها واللي مدحته بها خديجة ومن نزول الوحي
قالت له تقري الضيف، تقرا الضيف، كتكرم الضيف فيك. أو اكرم الضيف، الله يوفقنا. اللهم لان هذه القضيه استاذ فعلا الى ما عقبتش واش معكم استاذ ولا مع استاذ اخر في هذا البرنامج. نعم، لان واحد السائل سولنا قال لك لان الاخ ديالو جا عنده في العطله ديال الصيفيه وجا جلس معاه وجا تبارك الله هو ووليداته وعنده تبارك الله الوليدات بزاف، تقريبا جا واحد 8 الناس نزلوا عنده في الدار في الباديه وجلسوا تقريبا شي 18 يوم. قال لك صبرت وتحملت، هما مشاو ونضت له مشاكل مع الزوجه ديالو ومع وليداته، يعني كانت مشاكل كبيره. يعني الاداب الاسلاميه لو راعيناها ما يقولش الانسان راه غادي غير انا غادي لدار خي راه الدار ديال الاخ ديالي، كل شيء عنده الاداب ياك استاذ. ايوه، علاش؟ الضوابط الشرعيه في كل شيء. واحد السيد جاء عند واحد الضيف مول الدار، مول الدار قال لي مرحبا. من اللي جاء قالت لي السجدة ديالو هذا ما يدخلش، امشى القى الضيف ما بغاش، والمرأة قالت لي لا اكرام الضيف واجب، قال لي لا. الرجل اللي الرجل اللي رفض، الرجل اللي المرأة قال لي غادي نقتلو، هرب. ملي مشى لقى واحد الراجل ضيفه، المرأة ما بغاتش. هذاك الضيف قال اعوذ بالله مالي انا بحالك، قال لي السيد مالك، قال لي كنت عند واحد الراجل بغى يقتلني وهربت لقيتك فيك الرحمة، ولكن لقيت عندك هاد السيدة ما بغاتش. قال لي عرفتي هذيك السيدة اللي عند هذاك اختي وهذه اللي عندي اخت هذاك، ارسل على الوغد وغدا ان بوليت به ان الطيور على اجناسها تقع. علاش؟ هاد السيد المرأة من جهة والمرأة من جهة ما رعاش الخوه، حطوا عليه الحمل. السيدة ربما كاع داكشي اللي كان عندها حقداته نعم حافظت على هذا، ولكن كأنها عيبت عليه، قالت لي خوك دار لنا ودار لنا. ذاك الاخ اللي جا ومشى كان من حقه يتحمل واحد شويه، يجلس 6 ايام ويقول لوليداته والله يجعل البركه، عمكم هاتم عرفتوه وولادو هما عرفوكم، مرتو عرفاتكم، امكم عرفت ولاد عمك. نعم، باش الا متنا تزاوروا ويمشيوا بخير، ولكن يبقى نعم حتى يقلقهم هذه راه شويه. نعم استاذ بارك الله فيك، الله يغفر لنا. سؤال ثاني. نعم، ديال جمع الصلوات، يعني كتكون غدا السيده كتكون غدا في الكار كما قالت وكتزير انه كتجمع الصلاه ديال الصلوات، واش فيها شي اشكال لما كنكونوا مزيرين في الحافله ما عندناش في نصليو؟ شي مره كتكون ولكن المراه باش تنزل ربما ما تلقاش بلاصه فين توضا بالشكل الكافي، كيفاش تعملوا في السفر؟ هنا تكلمنا على الفسحه في الاسلام والرحمه في الاسلام. شوف من اللي يخاف على تفوتوا الصلاه او ما يلقاش كيف يصلي هو مسافر لصلة رحيم، نديرها بحالك ياك المسافة كينا اللي غادي يقطع، لكن بعد أذان الظهر قالوا دابا الأذان ها هو القاني هنا وأنا غادي يركب إن شاء الله مقطع مصوب معول مهيئ الأسباب، يصلي الظهر ويصلي العصر جمعا تماما قصر لا حيث بقي ما بداش في المسافة، جاز له الجمع بين الظهر والعصر، بقي في داره ولكن يصليهم كاملين أربعة كاملين أربعة. كاملين ياك من اللي غادي يوصل المكان اللي يصليه مثلا غرب عليه المغرب في الطريق غادي ينوي جمع التأخير، وهذا معمول به وكنعرفوه كاملين، وكل مسلم وكل مسلمة كيعرفوا جمعة التأخير راه في مزدلفة وجمعة التقديم راه في عرفات، ما ينكروا إلا واحد
بغى يدير من عنده. نعم هكا زيني غادي يدير جمعة تأخير، ومن اللي يوصل المكان اللي غادي ليه يصلي المغرب ثلاثة ويصلي العشاء جوج، وإن الله غفور رحيم. ها هو ما ضيع الصلاة، ما ضاع في فضلها، ما ضاع في أجرها، ومأجور على العلم مرتين. نعم خصنا غير نسولو ونعرفوا ماذا ينبغي فعله ونصلوا الصلاة ديالنا إن شاء الله في الوقت ديالها. بارك الله فيكم أستاذي. تقلوا السؤال الآخر، سي حميد استرغيني يقول: عند الانتهاء من السجود القبلي أو البعدي هل أعيد التشهد أم أسلم دونه؟ طيب كل من سجد القبلي أو البعدي، العلماء جلهم كيقول بإعادة التشهد، لأن السلام دائما يكون بعد التشهد. لكن كاين سجود ما فيه لا سلام لا تشهد وهو سجود تلاوة. نعم هذاك. أما هذا فالتشهد باش نكونوا هاد الأعمال خصوصا التحيات راه معناش، لأن أحسن حالة كيدرك فيها الإنسان الهدوء والخشوع هي الصلاة. نعم فإذا كان مضطرب هو في الصلاة في خارج الصلاة كيف غادي يكون؟ والله نعم. عز وجل قال: ألمياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. قلوبهم شوف الخشوع لا يكون إلا في القلب ولا يجب إلا في حق الرب سبحانه وتعالى. الخضوع يقول في حق، يكون الخضوع بالخاء والضاد والواو والعين يكون لله وللعبد. مثلا واحد سيد بقاو عليه كيدوي عليه لواحد الامر وكان رافض حتى خضع وقابل، خضع للعبد ولكن باش يخشع العبد لا ما يمكنش. ألمياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله. فهنا الصلاة راه محل هدوء، محل راحة، محل طمانينة، محل سكون، محل اعتراف، محل سؤال، محل تدلل، محل إبداء الفقر الكلي للغني الذي لا يحتاج إلى أي أحد ولا يستغني عنه أحد سبحانه وتعالى. إذا نعيد التشهد أي سواء في السجود البعدي أو في السجود القبلي. أي بارك الله فيك. من أجل المحافظة على الهدوء والتبرك بالتحيات التي هي أرضية وسماوية. نعم نعم بارك الله فيكم. وآخر سؤال معنا في هذه الحلقة سؤال صوتي. مرحبا. السلام عليكم، انا خديجه من مدينه قنيطرة، بغيت نسولكم جزاكم الله خيرا. عندي 21 يوم ديال رمضان كنت كليتها في النفس ديال واحد البنيه ولدتها. انا بحكم انني انا مريضه كضرني المعده بزاف، كنشرب عليها الادويه وديما كنحس براسي عيانه، وحتى رمضان كنصومو بواحد المشقه وبواحد التعب، وما قديتش رد هذاك الدين ديال النفاس، وخايفه انا شي نهار نموت ولا شي حاجه. ودابا البنيه ديالي راه كملات 3 سنين، بغيتكم تفيدوني بشي نصيحه جزاكم الله خيرا. مرحبا مرحبا لا وتسمعي الجواب. السيده الاستاذ كتقول لنا تزاد عندها البنيه دابا هذه 3 سنوات وفطرت واحد 24 يوم بسبب النفاس ديالها، بقى ما رداتهاش، قلت لك عندها شويه الالم في المعده وكتاخذ الدواء. رمضان كتصوموا ولكن بمشقه، واش هذه تنتظر حتى ربي سبحانه وتعالى يشافيها أو تقضي هذه الأيام أو تفدي أو ماذا تفعل؟ إذا كانت صغيرة السن وتنتظر شفاء، تنتظر حتى تشفى، أو تفرق على سنة تصوم كل شهر يومين ثلاثة، راه دغيا 8 شهور تكون كملتها 24 يوم. أيس كانت لا قدرة لها، إن كان لديها ما تفدي به تفدي، وإن لم يكن لديها ما تفدي به فالله غفور رحيم، وتنتظر الشفاء كلما شوفيت. واش تفدي الذي ينتظر الشفاء، واش كيفدي ولا ما كيفديش؟ تفدي، لأن توحد منا ما عنده الأجل ديالو في يده. نعم احنا كذلك الشفاء ما نعرفوش فوقاش يشافينا الله، من اللي تشفى صدقة وصيلة.
داك ذلك ما كنا نرى يعني وخف ذات إذا شفاها شفاه الله سبحانه وتعالى تقضي هذه الأيام. أي يا سيدي والله وتحسبها فدية على التأخير. نعم يا رغد تفدي غد تفدي. نعم والله يتقبل من الجميع. شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي العوني بن محمد الزاوية، أذكر أنكم عضو المجلس العلمي المحلي لعمالة صغيرة مالا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام ومشاهداتنا الكريمات، حان الآن وقت توديعكم على أمل اللقاء بكم في حلقات القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.